هذا ميساج للمغاربه بصفه عامه داخل المغرب وخارج المغرب. الاخوان اللاعبين ديال المنتخب المغربي ملي كيسالي الماتش كيشدوا التليفون ديالهم كيبداو يقراو شنو كتبوا الناس، شنو الناس شنو تيقولوا عليهم. فتخيل معايا واحد اللاعب دار واحد المجهود، مدرب دار واحد المجهود، وفي الاخر انت كتجي كتكريتيكي فيه بطريقه سلبيه جدا. ماشي حتى داك النقد البناء، انت كتنتقد السلبي كتحطمو ولا وكون ولا وكان خصو يدير و و و. وحنا عارفين ان المغاربه الا مشاو شدوا فيك ما يطلقوش منك. مدرب طلب من الشعب المغربي انه يبدل شويه العقليه، حنا راه مغاربه الاخوان، رجاء خدموا عقلكم شويه. المنتخب المغربي عنده جميع المكونات وعنده جميع القدرات باش انه يتجاوز دور المجموعات. المنتخب المغربي واللاعبين اللي عندنا وديك الروح القتاليه اللي ولات عندنا قادرين باش اننا نمشيو لابعد نقطه. وانا كنقولها وكنعاود نقولها وقلتها قبل ما يبدا المونديال وانا مازال كنقولها، المنتخب المغربي ممكن انه يوصل للفينال الا اذا واجهنا منتخب السامبا، منتخب سيليساو، منتخب البرازيل اللي ممكن نقدر نقول لك انه يقدر يفاجئنا. اما الى واجهناه في الفينال ممكن نقدروا نحققوا المفاجاه الكبرى، لان المنتخب المغربي فهو الحصان الاسود ديال 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 كاس العالم اللي كتلعب في قطر. كاين اللي غيقول لك هذا حمق، كاين اللي غيقول لك هذا مجنون، ولكن انا تايق في المنتخب المغربي، تايق في اللاعبين، القراءه الفنيه اللي كنديروا حنا كاوطور مغربيه. هادشي حيت كنقراو بطبيعه الحال في المعهد، كندرسوا كنشوفوا نقاط القوه نقاط الضعف، اشنو اللي ممكن المدرب يدير. برافو برافو بزاف وليد الركراكي، علاش؟ حيت هاد البرومو اللي ولات عندنا ديال المدربين الصاعدين شي حاجه اللي بزاف، شي حاجه اللي جديده على الكره الوطنيه. وهاد التوجه اللي ولات كدير الجامعه الملكيه فاش انها كتقرر الاطر، هاد التوجهات ديال التدريب فهي شي حاجه بزاف واللي غتعود علينا منفعه. حنا بطبيعه الحال كاطر وطنيه صاعدين واللي مازال خاصنا بزاف نتحكوا باش اننا نكونوا حاملين المشعل للمملكه المغربيه ان شاء الله بعيد. ولهذا الاخوان من طنجه للقويره داخل المغرب وخارج المغرب كنتمنى منكم تساندوا الاسود، فريمون محتاجين لينا لاعبين، محتاجين لينا، ما فيها والو. الفم اللي غايقول الزبل يقول عسل. حنا مغاربه حنا عارفين دمنا سخون بزاف. انا متاكد ان الناس غادي يكريتيكيوني في هذا الفيديو هذا، وعادي جدا حنا ولفنا. ولهذا الاخوان يد في يد من اجل هدف واحد باذن الله. تحياتي لكم الاخوان.